ما قتلت عائشة، كذب. صدقني يا مولاي أنا بريئة. أنا ليش لحتى أقتلها؟ أنا صح عدتها ما بنكر، بس ما قتلتها. بترجاك لا توقف مثلهم ضدي مولاي. بهالسرعة صدقت إنه أنا مجرمة؟ وقت رحت على غزواتك وكنت حامل ساو فيني كتير شغلات، بس أنا تحملت. أنا بهالوجود ما إلي غيرك، والوحيد اللي بعشقه. اطلع بعيوني اللي بتحبهم، بتعرف إنه أنا بريئة يا مولاي. مشو بحلف لك يا مولاي، ما دخلني بهالموضوع، مو أنا القاتلة. ليش خبيت عنها يا إبراهيم إنك الوزير الأول للسلطان؟ كل المناصب اللي منحني إياها تخليت عنها لما رجعت لعندك بابا. رجعت على برقة لكون ابن الصياد، وما بدي أي شيء تاني. وهلأ أنا لازم أرجع على القصر لوحدي، ما كان في داعي تجوا معي. لأنه مستحيل يخلوني أطلع غير ميت. حزن قلبي ومشاعري وكل حياتي ما بيعنوا له للسلطان أي شيء. اليوم أنا تأكدت. بترجاك لا تقولي هيك. صدقيني السلطان سليمان رح ياخذ القرار اللي بناسبك. ناهي الدوران، القرار اتاخد، وأخي السلطان مستحيل يتراجع. أنا انتهيت، والمسكين إبراهيم رح ينتهي معي. نحن رايحين لعند السلطانة خديجة؟ لا، ماني حابة أشوف خديجة اليوم. والله ما بعرف شو عم بيصير لي، كل ما أتذكر هداك الموضوع. حنروح نشوف الأولاد. سليمان، هيام ما عاد إلى قاعدة هون بالقصر يا ست الكل. بعتوها بسرعة على القصر القديم. اعتبر الموضوع انتهى، رح اهتم فيه بنفسي. انت كنت عايش بهذا القصر يا ابراهيم؟ ايه بابا، لي 3 سنين عايش فيه، ويمكن لاخر مره راح ادخل من هذا الباب. ونحن كمان راح ندخل على هذا القصر معك. مستحيل اني اتركك لحالك اخي. ريكو اسمعني، الحراس ما راح يسمحوا لكم تدخلوا على القصر ابدا. لكن نحن راح نستناك هون حتى ولو طولت، فهمت علي؟ بابا بأمانتك، وخليك بعيد عن الباب. سمعتني؟ ابني بابا، إذا طلعت من القصر ميت لا تدفنوني بهالبلد. بدي تدفنوني ببرقة، ادفني جنب أمي. لا يا إبراهيم، لا تحكي هيك، أنا رح أدعي لك يا ابني. بخاطرك.
ادعي لي. بابا؟ مولاي السلطان، إبراهيم باشا وصل هلأ على القصر وهو هلأ موجود بالقاعة وعم يستنى أوامر فخامتك. مولاي مولاي خليه يفوت. مولاتي، وصل مرسال من القصر القديم وقال خصصوا جناح كامل لهيام خانو مثل ما فخامتك أمرتي بالضبط، ومجهزينه من كل شيء. بكفي، روحي جيبي لي هيام لعندي. نورهان، تعي معي، بدي روح شوف محمد ومريم، اشتقت لهم. بلاهو هيام، الحارس ما رح يسمح لنا. طيب انت خليكي، انا بدي روح. ابراهيم باشا، يا ميت اهلا وسهلا. مولاي السلطان عم يستناك بغرفته. وأنا جاهز لأشوفه، خلينا نروح بلا ما نتأخر على السلطان. سنبول آغا، كيف الوضع بالحرملك؟ هلأ لا تشغل بالك بالحرملك، وضع هيام خانو مو منيح أبدا. وضع هيام ما بيهمني. كيف السلطانة خديجة والسلطانة الأم؟ السلطانة خديجة والله وضعها ما بيسر بنوب، دائما مهمومة وتعبانة ووشها أصفر على طول. وصل إبراهيم؟ إيه وصل من شوي، وهلأ رح يدخلوا لعند السلطان. والله نحن مثل الغنم يا ألفت، بأي لحظة ممكن إنهم يذبحونا. ومن دون ذنب، خلي إيمانك بالله قوي يا سلطاني، هو أكيد بيحمينا. بعد لي، بدي فوت لجوا أشوف ولادي. سلطانة ما بقدر، الأوامر هيك، إذا سمحت لك مولاتي بتعاقبني. هيام، خلينا نرجع حبيبتي، أنا قلت لك ما فينا، يلا. اشتقت لهم كتير. شبك ليش ما عم بتطلع فيني؟ ما سامعني؟ أنا بس بدي ضمهم. محمد يا روح قلبي، مريم لا تبكي، أنا رح أضل هون، ما رح أتركهم أبداً.
بدكم بريئة، أنا ما رح خليهم ياخدوكم مني. بدي أولادي. هيام خانم شو في؟ فريال ما عم يخلوني أشوف أولادي. شو هالقسوة هي؟ طولي بالك، سلطان الأم هلأ بدها تشوفك. تأكدوا إنه أنا بريئة ما؟ عفت عني؟ سليمان أكيد عفى عني، ما قلت لك؟ الوزير الأول إبراهيم باشا وصل يا فخامة السلطان. مولاي، مولاي أنا تحت أمرك، رجعت على القصر لتكون حياتي تحت تصرفك. بتمنى تقتلني بإيدك، وإذا بدك أنا مستعد أقتل حالي. مولاتي الحمد لله يا ربي، يعني أخيراً فهمتوا أنه أنا بريئة. إمتى رح أخذ ولادي لعندي؟ مو بهالسهولة هيام. أنا بتمنى تثبت براءتك بس مع الأسف هالشي ما صار. وهلأ أنا حكيت مع السلطان ومقتنع إنه أنت القاتلة. بكرة رح تنتقلي على القصر القديم، ما بقى فيكي تبقي بهالقصر. طبعاً هذا قرار السلطان. مولاتي ارحميني، مستحيل السلطان يتخلى عني هيك. قصدك أنا عم بكذب عن لسانه؟ هيام أنت كتير تجاوزتي حدودك. مولاتي العفو، أنا ما قصدت هيك. بكفي بلا كترة حكي، روحي هلأ جهزي غراضك، انتهى الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. جاية توصل لنا الأخبار اللي مو منيحة يا سنبل؟ أولى الأمر انتهى، إبراهيم نفذوا الحكم فيه. سلطانة خديجة، السلطان طالب يشوف حضرتكم. ألفت، ليش طالب يشوفني؟
لازم تتمالكي أعصابك يا سلطاني. يلا بلا ما تتأخري علي. مولاتي صدقيني أنا مستحيل كون مجرمة، أنا فعلا ما قتلتها. لا تحاولي هيام، أنا ما رح أصدقك. مستعدة أحلف لك إني ما قتلتها. القاتلة موجودة بيننا بالحرم لك، دوروا عليها. درة لو سمحتي خدي هيام، ما بدي شوفها. لا تلمسيني، تركيني، تآمرتوا علي كلكم، تركيني، تركي إيدي، عملك تركيني. لا تعندي هيام لأنه هالشي ما بينفعك. بعدي عني، تركي إيدي، عم توجعيني. أصلاً عايشة أنتوا اللي قتلتوها. هيام خانو بكفي، روحي على غرفتك، هذا الحكي بيضرك أكتر. هيام خانو شوفي، ليش عم تبكي؟ ساعديني حتى نوقفها، خلينا ناخذها على غرفتها. يلا قومي معي. كلهم عم يتأمروا علي، السلطانة رح تبعتني على المنفى، قال من بكرة بدها تبعتني على القصر القديم، وقالت لي إنه السلطان هو اللي قرر هالشي. أكيد عم يكذبوا علي، السلطان مستحيل يساوي هيك. طولي بالك يا خانو، لا تعملي هيك بحالك، أكيد بتنحل. حاجة تبكي. يلا مولاي. أنا بزماني وعدتك يا خديجة أنه خلي وشك دائما يضحك. خطبتك من محمد الشلبي مفسوخة من اليوم. أنت مفكرة أنه قلبي حجر وما بيحس فيكي. إبراهيم هو الزوج المناسب وقررت أني زوجك يا. مولاي سامحني على جرأتي، بس عندي طلب أخير منكم. إجا معي أبي وأخي من برا،
هني ناطريني بالبحر، بدي ياخذوا جثتي على برقة مشان يدفنوني هنيك جنب قبر الوالدة. طبعا إذا ما كان عندكم مانع. ما في أي مانع أبدا يا إبراهيم، بس قبل كل هذا لازم يحضروا العرس بالأول، وبس الله ياخذ أمانته وخليهم ياخذوك يدفنوك ببرقع. ما كنت بتخيلك شبان تخليت عن حبك بهالسهولة، تركت خديجة تتعذب وتموت بغيابك. انت شو مفكرني ما بحترم الحب؟ شلون بتفكر انه انا ممكن اقتلكم؟ كل هالقد انا ظالم؟ خديجة، خديجة اصحي، يلا اصحي وفتحي عيونك. قومي خديجة. مولاي سامحني، مفاجأتك دوختني. رح اتزوج ابراهيم عن جد؟ ايه طبعا رح تتزوجي، وأنا بنظري إنه إبراهيم رح يكون أفضل زوج. خبري الست الكل خليها تبلش بتجهيز العرس. هيام خلص رح تروح من هون؟ انت متأكدة من هذا الحكي؟ ايه سلطانة سمعته بإذني، هي كانت عم تبكي وعم تشتكي لسنبول، السلطان عطى الأمر. أخيرا الله رحمني برحمته. كوسر السلطان سليمان هلأ فهم مين بتكون الحية. أنا لازم أروح لعند السلطان الأم فورا لأنه أكيد الفضل إله. بدي تخلصوني من هالمصيبة. هيدا هبعتي، خدوهم كلهم، خدو هي إلك فريال، امسكي هدول إلك وهدول إلك. هيام خانوم، مين نحن لنوقف جنبك؟ شو بيطلع بإيدنا لحتى نساعدك؟ سنبول آغا، ست فريال، أنا ما إلي أي حدا غيركن هون. نورهان، بعرف إنك ما سامحتيني. الذهب ما رح يحل مشكلتك ولا الألماس. بحلها. شبكون ما بتكون تساعدوني؟ لتكونوا مصدقين عن جد انه انا قتلتها؟ صدقتيهم يا فريال؟ سنبول آغا، وانتي نورهان؟ بحلف بحياة ولادي انه انا ما قتلتها. اذا عم بكذب ان شاء الله ما بشوفهم مرة تانية. ما دخلني بالموضوع. فريال،
ألفت، ما رح تصدق اللي صار. السلطان سامحني وقرر إنه أنا وإبراهيم نتزوج. بعرف. من وين عرفتي؟ أنا من شوي بس عرفت. إبراهيم باشا بعت لك خبر، عم يستناكي بالحديقة بده يشوفك. نحن لازم نعمل شيء يا سنبل آغا، بلكي المخلوقة مظلومة. والله ما بعرف، يا ريت لو بيطلع بإيدينا شيء. هلأ برأيك هي عم تحكي الحقيقة؟ لأنه إلا بالعادة تكذب. نحن لازم نساوي شيء لحتى نتأكد. حرام تنظلي. والله مزبوط، بس كيف؟ سلطانتي، طول الطريق وأنا عم بحلم أني أقدر ألمس إيدك أو أكون بمكان الفراشة اللي عصدرك وموتيني. إبراهيم، اشتقت لك كتير ودعيت لربي ترجع. بغيابك عني ما عرفت الفرح ولا طعم الحياة. بوعدك رجعلك الفرح، رح حطك جوات عيوني واحميك بايدي هدول، ورح تكوني قلبي وروحي كل العمر. هات حلم، اذا حلم يا ريت ما اصحى. خدني وروح على الجنه اللي وعدتني فيها. مولاتي، سمعتي شو صار اليوم؟ ما بعرف إذا كان مزبوط. شو سمعتي؟ إن شاء الله يكون الخبر منيح. هيام خانم نفع السلطان من الأسر. مزبوط، هاي آخر ليلة إلا بالأسر، رايحة بكرة. الله يديمك وخلينا إياك يا مولاتي السلطانة. أكيد أهلك لما شافوك بعد كل هالسنين انبسطوا كتير فيك. طبعاً انبسطوا كتير وتفاجأوا كمان. أبي ما صدق أني لسه عايش. إجا هو وأخي معي على فكرة، وعم ينتظروني بباحث القصر. أكيد ما رح يتركك بعد غياب كل هالسنين. أمك شو عملت وقت شافتك؟ أمي عطتك عمرها. ما تواخذني، إن شاء الله بيكون مسواها الجنة. بس هي عم تشوفنا هيك، حاسس عم بتشوفني أنا وياكي وكتير فرحانة. سلطانة، نحن تأخرنا. أنا لازم ودعك هلا. ما بقى في ودع، ضل القليل وبنلتقي، ورح عايشك بالسعادة اللي وعدتك فيها من قبل. سلطانة، أنت رايحة لعند الوالدة تشوفيها؟ إيه، مو مسموح إني شوفها؟ لا، بس من الصبح ما أنا رايقة، معصبة، وقالت لي إنها زعلانة منك كمان. شو رأيك تأجليها لبعدين؟ شكراً إليك درة خانم،
بس في حكي مهم لازم إلا إياه وما فيني أجله، وبدي إياكي تيجي معي. أنا حابة إنك تكوني موجودة. حاسة حالي من زمان ما شفتك يا روحي. مصطفى ما بيجوز يمر يوم ما تجي لعندي. يسلم لي هالوش دخيلك ما أحلاك. سلطاني لازم أحكي معك، في عندي موضوع مهم. ناهي الدوران، خدي مصطفى وروحوا على غرفتكن. خليها هون سلطاني. فخامة السلطان قال لي إنه خبر الكل بهالموضوع المهم. السلطان فسخ خطبتي من محمد الشلبي، ومن اليوم أنا مو مخطوبة إله. يعني فخامته هيك أمر؟ إيه يا سلطاني، وكمان طلب مني إنه تبدو بتجهيزات العرس فوراً. عرس شو؟ أنت من شوي قلتي إنه فسختوا الخطبة. عرسي عبراهيم باشا، والسلطان موافق على زواجنا. إن شاء الله ألف مبروك يا سلطانة، إن شاء الله بتتهني. ليش رجع إبراهيم على القصر خديجة؟ رجع يا مصطفى. سلطاني ما عندك شي تقلي لي إياه؟ شو بدي أقول؟ ليش رأيي كتير بهمك خديجة؟ لسه ما بين إبراهيم. بابا ليكون لا تحكي هيك، أنا متأكد إنه رح يجي ومتأكد إنه رح يرجع لنا. أكيد رح يرجع. يعني معقول نخسره هلأ؟ قصدي بس لقيته بعد كل هاي السنين؟ طلع تيو. الحمد لله ما قتلوك. راح احكي لكم كل شيء، بس بالاول خليني ادبر لكم مكان تناموا فيه قبل ما تعتم. يلا يلا. وين رحت بأهلك؟ نزلتهم بخان السفراء، بعدين بشوف شو بساوي. أكيد راح أتعرف على أهلك بس بالوقت المناسب. هذا شرف إلنا يا مولاي. طيب يا إبراهيم باشا، طالما رجعت على القصر صار فيك تباشر فوراً بوظيفتك اللي عطيتك إياها قبل ما تهرب لعند أهلك. اللي بتشوفه مناسب أنا بعمله يا مولاي. بالمناسبة صار لازم تجمع الديوان وتوضح مهام كل الوزراء بالتفصيل. بدي إياك تفكر منيح قبل أي قرار بتاخده، ولا تتسرع، خاصة بالقضايا المهمة. مثلا فرحات باشا متهم اتهام كتير خطير. بخصوص الموضوع بصراحة أنا سمعت شوية حكي، بس قلت أكيد مو صحيح هالشي. أنت من وين عرفت إنه هذا الشي مانو صحيح؟ طمن موضوع فرحات باشا أنا رح أهتم فيه يا مولاي. ما بتصدق يا إبراهيم قديش صار واصل للمفتي شكاوى عنه. أنا شفت الطلبات اللي حاطينها بصندوقه. أعمل دراسة قبل الاجتماع لتعرف مع مين رح تمشي. إذا ما عرفت تختار صديقك مزبوط رح تفشل يا إبراهيم. فهمت، وبوعدك ما أنسى النصيحة طول عمري يا مولاي. ما قلت لي يا إبراهيم شو رأيك بأحمد باشا؟
أحمد باشا شخص أمين وفهيم، بس بيضل متسرع ومتحمس زيادة عن اللزوم. هات لشوف كمل حكيك. هاي الحقيقة اللي ما كنت بدي أقولها بس أنت قلتها. حقيقة أصحك تهرب منها. هاي نصيحة تانية، اعمل اللي بتشوفه صح، لابد من مواجهة الحقيقة مهما كان الثمن. كل نصيحة منك عم بزرعها بعقلي مشان ما أنساها بكل حياتي يا مولاي. أنت بتستاهل كل خير يا إبراهيم. لازم تمسك أمور الدولة بحسن. ثقتي فيك كبيرة. مولاي بتسمح لي أسألك؟ في حزن بوشك، أنت ساعتك زعلان؟ معك حق أنا زعلان، بس سبب زعلي هو قلبي. أنتِ شو كان اسمك؟ أنا صادقة يا سلطانة. أنتِ اللي كنتِ ساكنة مع عائشة ما هيك يا صادقة؟ إيه نعم يا سلطانة. تفضل. إبراهيم باشا، شوفي يا سنبل آغا خير، أصحك تكون مخبي عني شي. عم بسمع، يلا أحكي. حاشاك يا باشا، أنا مستحيل خبي عنك شي، أنا بس استنيتك لحتى تفضى. ماشي ماشي، يلا قلي شو صاير، شو عامل الست هويام كمان؟ مو هيام، الجارية عايشة اللي كانت من المفضلات عند السلطان، هي نفس الجارية اللي سكنت بغرفتها فيكتوريا. نعم، وشو قصة الست عايشة؟ هي توفت، اندبحت، وكل الشبهات والدلائل بتشير انه هيام خانم هي ورا القصة. يعني هيام صارت مجرمة؟ مع الأسف الشديد، لهيك قرر مولاي السلطان إنه ينفي هيام خانم على القصر القديم ورح تمشي بكرة الصبح. ماشي، هلأ فهمت سر حزن السلطان. تذكرتك، أنت الجارية اللي أنقذت ابني محمد وقت اللي صار الحريق بالقصر. أي يا سلطانة، أنا هي. لا تكوني خايفة مني يا صادقة، لا تخافي، ما رح أأذيكي صدقيني. عايشة أنا مستحيل أقتلها. سلطانة الأم عم تستناني،
تأخرت كتير عليها. مدري ليش حاسستك بتعرفي شي، بس شو هو؟ بدي اياكي تساعديني. مين يلي قتل عايشة؟ ما بعرفه، ما شفت شي. انتي صار لك فترة ساكنة معه، كيف ما بتعرفي؟ شلون بدي اعرف؟ نمنا بالليل، فقت الصبح ما لقيتها، دورت عليها طلعت مقتولة. شلون؟ شلون بدي أعرف مين يلي قتلها؟ بتمنى منك إذا سمعتي شي أو تذكرتي شي تجي وتخبري ست فريال فوراً، ماشي؟ بتأمري. السلطان مو حابب يشوف أمه يا درة. ابني السلطان صاير عم يهرب مني. المسا بيكون مشغول شوي، بكرة بيشوفك. أنا بعرف إنه مو مشغول، بس عم يتهرب مني وخجلان يواجهني. تعرفي يا درة، أنا اللي قاهرني ما بقى حاسة إنه إلي قيمة وكلمة بين ولادي. طلعوا من إيدي يا درة. مولاتي، أنت حساسيتك زايدة كتير من ولادك. عانيت مشانهم كتير وأنت بتعرفي يا درة. أنا ما بدي منهم شي، بدي إياهم يحترموا قراراتي مو أكتر. وكمان اللي بيعشق لازم نحترم مشاعره يا مولاتي. السلطانة خديجة ما ارتكبت أي ذنب، وكمان ما في ولا مرة خالفت أوامرك. درة، شو هالحكي اللي عم بسمعه منك؟ مولاتي، أنا صار لي حوالي 30 سنة رهن حياتي لراحتكم، وإذا الله أحياني بضل 30 سنة تانية. بس أنا قلقانة عليكي وبتمنى إنك ما تظلمي حالك وتظلمي الناس اللي حواليكي. تعرفي إنه أنا ما إلي حدا غيرك بهالحياة. سامحيني على جرأتي. كل ما اطلعت بهي المراية رح تشوفني فيها. هذا سر وسرنا. خير شو في يا إبراهيم؟ مولاي، أنا هلا حتى عرفت سبب حزنك. من شوي عرفت باللي صار معك. حق المشكلة كتير كبيرة، بس المهم إنه ما حدا يكون مظلوم. ليش أنا بقبل بالظلم؟ هذا هو الحل الوحيد لطلعنا من المشكلة يا إبراهيم. أنت مفكر إنه سهل علي اتهم مرتي بالقتل وعيش بدونها؟ هي لازم تنعدم، بس هيام هي أم أولادي.
وما فيني أعدمها. مولاي السلطان، أنا رح أعمل كل جهدي حتى أخلصكم من هالمشكلة، بوعدك. كنت عم استناكي يا هويام خانم، وين كنتي؟ ليش؟ ليكون الليلة بدهم ياخدوني على المنفى. إبراهيم باشا نادى لسنبل آغا وحكى معه بقصتك، وسنبل آغا حكى له كل شي صاير معكن، فوعده يهتم ويحقق بالقصة. وإمتى رجع إبراهيم باشا؟ ليش ما دريتي برجعته؟ شو رجع يا هويام خانو؟ رح يصير صهر السلطان ويتزوج خديجة. كيف مو سلطانة خديجة لساتها مخطوبة؟ مو درياني إنه السلطان فك الخطبة؟ وقرر إنه يزوج أخته لإبراهيم باشا. العمى، إذا إبراهيم باشا صار صهر السلطان معناته أنا رح أبقى بالمنفى طول عمري. لا تقولي هيك، هالشي مستحيل، السلطان سليمان ما بيتركك. كيف راحت عن بالي هالفكرة؟ ما أغباني؟ هويام وقفي لوين؟ صديقة؟ صديقة ليش مو بغرفتك؟ شو عم تساوي هون؟ شبك بدي جيب مي سنبل. تركي المي وامشي قدامي. يا ربي لشو كل هالأسئلة وقت قلك تعب تمشي. يلا لشوف امشي، تحركي لساتك واقفة، امشي. يلا لشوف امشي تحركي. من شوي سمعت بالخبر يا سلطانة، قال رح تتجوز إبراهيم باشا. لو بتعرفي شو انبسطت. أنا حكيت مع السلطان عدة مرات مشانكن. ألف مبروك إن شاء الله. شكراً هويا. عرفتي بالشي اللي اتهموني فيه؟ اعتبروني قاتلة، بس أنا مظلومة والله بريئة. سلطانة خديجة ساعديني بترجاكي، هون ما إلي غيرك. بس الكل عم يقولوا يا هويام. الكل بيكرهوني، كل يلي بالقصر واقفين ضدي. طولي بالك، لأنه بالآخر إذا كنتي مظلومة إلا ما ينعرف. ورح أعمل يلي بيطلع بإيدي. أنتي لا تخافي. الله يوفقك يا سلطانة. شكراً كتير.
تفضل. تعي هاي صادقة يا إبراهيم باشا. تركنا وحدنا سنبول. قال المرحومة عايشة ما كانت تحبك أبداً، مظبوط؟ كانت تشكي لفريال عن التصرفات اللي عم تساويها. فيكتوريا! صح، كانت تكذب على طول، وكانت تحس بالغيرة مني وتقلي إبراهيم باشا جابك على الحرم لك وراح تكوني البنت المفضلة عنده. رحلة موفقة إن شاء الله. قال رح ينفوكي مزبوط؟ ايه مزبوط، بس ما رح طول. بس هنيك رح يدوب شبابك. يلي بتروح على قصر القديم مستحيل ترجع. مولاي السلطان مستحيل يرجع لك حتى لو شو ما ساويتي. وقت اللي بتطلع من القصر منخلص منك نهائيا. ما حدا منا رح يتذكرك بنوب، لأنه ما حدا بحبك. الكل مبسوط لأنك حتروحي، حياتنا رح ترجع حلوة مثل الأول. أنت دورك لحد هون بيكون انتهى. خلص حاجتك بكي. حكيت لكم كل شيء، حتى حكيت للسلطانة هيام لما اجت لعندي على الأوضة، وحكيت لها انه مو انا القاتلة. هيام اجت لعندك؟ قلي لي اجت ولا لا؟ ايه اجت وخوفتني. طيب روحي هلا. كوثر، بدي أعرف الحقيقة. ناهد دوران إلى علاقة بالقصة؟ لا بنوب، لا أبداً والله. كوثر، أنت أكيد ما عم تكذبي علي مو هيك؟ لأني بسهولة فيني أقطعلك راسك الحلو هاد، أكيد أنت بتعرفي هالشي. بعرف، بس السلطانة ما لها علاقة. طلعي بوشي. انصرفي. بعتي لي سمبول. باشا، في حدا تاني مشبوه؟ لا والله هدول كلهم. هيام الليلة راحت تضغط على فيكتوريا وكانت بغرفتها، عندك خبر بهالشي؟ صادقة هي اللي قالت لك هذا الحكي؟ هو
لو ما أنا مزم به ليش تروح لعندها؟ بصراحة ترجتني لساعدها وحلفت بحياة أولادها أنه ما له علاقة. والله قطعت لي قلبي. يعني بيجوز يكون ما لزم. شو ما صار وشو ما سمعت حول هالموضوع تجي بتخبرني دغري يا سمبول؟ فهمت علي؟ فهمت تماما يا باشا، فهمت. هيام اجت لعندك سلطاني؟ ايه اجت لعندي، طلبت المساعدة وترجتني اني وقف معها. زعلتني، شو متمنية لو اني بقدر ساعدها؟ لا يا سلطاني، لا تنغري بدموع التماسيح هيك الزابة. بدك تعلميني شلون اتصرف يا ناهي الدوران؟ اللي عم تقولي عنا كذابة بتكون أمه لابن السلطان، يعني مثلك تماما. بالنسبة إلي ما بتفرقوا عن بعض. يا ريت تنتبهي. بعتذر منك يا سلطانة، بترجاكي لا تواخذيني. أليكس، أليكس قومي، أليكس. ليو، ليو. انت كيف اجيت؟ ما بتعرف يا ليو قديش انا بكيت. منيح انك بخير. بدي طلعك من هون أليكس، حاجة تبكي. اتهموني اني قاتله، بس صدقني مو أنا. متأكد إنه ما دخلك؟ أنت مستحيل تقتلي، لا تبكي. بدي إياكي توثقي فيني أليكس، أنا هون لحتى أنقذك. استنيني. Thank you.
انت فسخت خطبة خديجة؟ مزبوط يا ست الكل، هالشي ما كنت متمنية انه يصير؟ انت قلتي لازم نفسخ خطبة بعد مرض الشلبي. مو هون مشكلتي. إبراهيم هو مشكلتك، ما بدك يكون صارك، مو هيك؟ اللي راح تتزوج هي بنتي، يعني أنا ما في إلي كلمة بهالموضوع؟ طيب ليش ما بتحترمي وجهة نظري يا سلطاني؟ ماني متخيلة إنه إبراهيم باشا ممكن إنه يصير سهرنا. ما في داعي إنك تزعجي حالك، أنا متأكد إنه أختي خديجة راح تكون سعيدة كتير بهذا الزواج. أنا بعرف شو عم ساوي، بدي تكوني مطمنة. هيام خانم، صار وقت السفر، أمورك كلها تمام؟ أنا أجيت لحتى ساعدك بتجهيز الأغراض، ونورهان هون كمان بتساعدنا. نورهان ما رتبتوا الأغراض؟ نحن لازم نعمل لها عرس ما صار مثله يا ست الكل. ابدوا بالتجهيزات فورا، بدي الناس يحكوا بهذا العرس سنين طويلة. مثل ما بتريد سليمان، بس انت المسؤول اذا اختك ما انبسطت بحياتها، لا تنسى هالشي. هيام رايحة اليوم؟ ايه، خليتهم يجهزوا له جناح بالقصر القديم، ما رح ينقص اي شيء. يلا بسرعه بسرعه لشوف، لا تنسوا شيء. ويام خانم انتي جمعي الأشياء الغالية والمجوهرات مشان ما يضيعوا. شو فايدتن؟ ما عاد إلن قيمة. إذا بدك خديهن كمان. سبحان الله، المنيحة ما بتبين معك. بدي تجيبولي أولادي، هدول أغلى شي عندي. بعد شوي بيجوا هيام خانو. منيح، أنا ضروري شوفهم لأشبع منه. نورهان وأسماء رح يروحوا معك على القصر القديم، لكن لك فكر، هني رح يكونوا بخدمتك. شكرا، الله ما رح يتخلى عني أبدا. حكيت مع السلطان، طلب مني نبدأ بتجهيزات العرس. أنا ما راح أكذب عليك يا خديجة، قلبي مو رضيان. إن شاء الله يكون إحساسي غلط. تتذكري وقت كنت مقهورة وزعلانة وتمنيت لو قلبي يوقف؟ هلأ خايفة قلبي يوقف من الفرح. لو بتعرفي قديش أنا سعيدة. وإن شاء الله دائما، أنا شو بدي أكتر من هيك.
سلطانة؟ هيام اجت امبارح المساء عندي كتير زعلانة وقالت لي انه هي مظلومة. نحن ما عم نتسرع شوي بالحكم على هالموضوع؟ خديجة، هالموضوع تسكر بلا ما نحكي فيه ونزعج حالنا. بيان أختي حبيبتي، بنتي قديش أنا مشتاقت لك. وأنا مشتاقت لكم كمان. خديجة منيح أنك إجيتي. السلام عليكم أحمد باشا. وعليكم السلام فرحات باشا. أنت ما كنت تجي بكير هيك، شو القصة؟ مرتي السلطاني بيان إجت لتزور السلطاني الأم. رح تطلب الرحمة من السلطاني الأم؟ من وقت طويل ما شفتك، كيفون أحفادي؟ صاروا أحسن أمي، مرضوا اثنيناتهم لفترة طويلة واضطريت أبقى جنبهم، ما قدرت أتركهم أبداً ولهيك ما قدرت أجيبهم معي. أصلاً أنا ما رح أقدر طول كتير عندكم، لازم أرجع بسرعة. مستحيل خليكي ترجعي، في شغلات كتيرة بدي أحكي لك إياها. خديجة ما قدرت أجي على خطبتك، إمتى رح تعملوا العرس؟ أنا تركته. ليه؟ يلا بعدين بتبقوا بتحكوا بالموضوع، اتركونا لوحدنا. يا روح قلبي انت، حبيبتي مريم أنا كتير اشتقت لكم. حسيت حالي رح موت بدونكم، بس هلأ خلص ما عاد تبعدوا عني ورح نكون مع بعض، رح كون على طول جنبكم. انتو ما عطيتوا خبر؟ شو بدهم يخبروني؟ احكي. الأمير محمد رح يضل هون بقصر السلطان. فرحات باشا ما سوى أي شي غلط يا أمي. صدقيني يا أمي كله كذب وفترة، والمصيبة الكبيرة إذا السلطان بيصدق هالشي عم بيقولوا رح يأمر بقطع راس فرحات باشا بالديوان. أنت متأكدة؟ معقول هالشي؟ أنا ما سمعت هيك. هيك الكل عم يحكوا يا أمي، والله أنا ما في إلي غيرك، شو بدي ساوي قليلي؟ صار لي كم يوم ما عم أقدر نام، إذا صار شي إلى جوزي والله بجن يا أمي. لا تبكي، رح اهتم بمشكلة فرحات، لا تشغلي بالك. شكرا. مستحيل تاخذوا ابني، ما رح اسمح لكم، هذا ابني وما رح تاخذوه مني. ما حدا طلب منك اذن، القانون هيك، ابن السلطان بيكون بالمكان اللي بتعيش فيه السلالة. يعني انتي ما فيكي تاخدي معي غير السلطانة الصغيرة على المنفى؟ لا لا تعملوا هيك. سنبول يلا يا سنبول خد ابن السلطان. طيب وقف وقف، هاتو. لا تحرجيني هيام خانم. انتبهي عليها، اعطيني ابني سنبول. الله يخليك، بدي ابني، لا تاخدوه مني. هيام خانم بكفي، بعدي وخليني روح ولا تصعبي علي.
بموت وما بروح بدونه. أعطيني ابني. شو يا فريال؟ نورهان، ليش ما بتتصرفوا؟ هيام خانو بترجعكي؟ هيام تعالي. هيام خانو تعالي حبيبي. والله شغلة غصب عني. محمد، محمد ابني لساته صغير، شلون هيك بتاخدوه؟ لا تساوي بحالك هيك يا خانم، طولي بالك، صدقيني البكى ما رح يرجع. مولاي لازم. لا تحاكيني بأي موضوع هلأ يا إبراهيم، خليهم يجهزوا لي حصاني فورا. بدك إبراهيم حاب ضل حالي شوي. مولاي السلطان مانو هون. تركني؟ مولاي السلطان راح وتركني؟ إبراهيم باشا راح كمان؟ هيام خانم، خليني شوف مولاي السلطان. السلطان طلع من شوي، بس شوفي ابني محمد أخذوه مني، بدون يبعدوه عني. سنبول آغا ما خبرك؟ انت ليش لهلأ ما لقيت القاتل الحقيقي؟ إلا ما يظهر بالآخر. إذا ما دورت عليه أكيد ما رح يظهر. أنا بترجاك تساعدني، الله يشهد إنه أنا بريئة. منشوف. أنت عم تنتقم مني مظبوط؟ سامحني. أنا ما عم بنتقم منك يا هيام، انت جنيتي على حالك. خدوها. تفضل شوف بضاعتي. خلص بقول لك يا انا عم دور على حرير.
ورجيني الألوان اللي عندنا. أحسن حرير بالعالم، خذ ولا تهتم. أجمل الألوان بالسلطنة العثمانية كلها. اللون الوردي واللون الأرميدي، وشو ما بدك خذ وحمل. ماشي. بدي أسألك سؤال تاني. مرني. هون بالسوق في نسوان؟ لا لا لا، استغفر الله يا ابني، هذا سوق اللي عم بتدور عليه مو عنا. روح امشي احسن ما عملك. خلص 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 خلص. انت تاجر؟ ايه مزبوط، انا تاجر واجيت من كان. اهلين. بس شكلك ما بيشبه التجار ولا حتى شوي. تاجر شو؟ تاجر بالحرير. هون ما في نسوان، لا تسأل لأنك بتاكل قتلي. ليك أنا عم دور على وحدة هون، يعني مو مشان هديك الشغلة، هي من عيلتي. أها، يعني بقيان هون مدة منيحة. إيه صح. ماشي ماشي، بس انتبه. يعطيك العافية. الله يعافيك. يلا هي منيحة. مين بيكون؟ هذا اسمه نصوح بيك. هو يا عم خانو، طولي بالك، إن شاء الله هالموضوع رح ينكشف وينعرف القاتل، ورح ترجعي لعند ابنك وتعيشي معه. خديجة، ابني محمد رح يكون بأمانتك. ديري بالك عليه، قولي له أمه بتحبه كتير ومستعدة تفديه بروحها. أنا بوعدك يا هويا إني دير بالي عليه لبين ما ترجعي. أهلين بالبطل الصغير. ايه تعال هون. اشتقت لك كتير. إبراهيم ممنوع تسافر مرة تانية بدوني. حاضر. لو بتعرف قديش انبسطت وقت سمعت انه رح تتزوج السلطانة خديجة. واخيرا خلصنا من هيام خانو. ان شاء الله يا سلطانة. السلطانة خديجة مو مقتنعة انه هي ورا الموضوع، خفت إنها تروح وتعارض طردها من القصر. وأنا ماني مقتنع يا سلطانة، بس رحت أحسن من إنها تضل هون قدامنا. خلينا نروح لعند بابا إبراهيم. مولاي السلطان طلع جولة لبرات القصر. هويا، نوران، انتي بدك تروحي معي؟ ما رح اتركك تروحي لحالك. انا وانتي جمعنا القدر. Thank you.
هذا شيء على كيفك. تفضل. على راحتك. شوف هذا التين هذا. الله شو هالتاجر هذا يلي معه مجموعة أوراق؟ هني معي لأنه بحب أرسم. حلو، خليني شوفهم. هات لشوفهم. خايف إني أقول عن رسمك مو منيح؟ حلو حلو. ما توقعت رسمك يكون هيك. الله يرضى عليك. اهلا وسهلا. أنتي بنتي الحلوة. قدرك ما رح يكون مثل قدر والدتك يا روح قلبي. أنا بوعدك ما يكون مثلي. بوعدك. سليمان، أعذرني عم أزعجك بآخر الليل. نطرت رجوعك بفارغ الصبر. عندي موضوع مهم. قولي يا ست الكل، شو الموضوع؟ اجت بيان اليوم. والله جد؟ يا ريت لو خبرتيني من قبل، كنت رجعت. هي ما حبت تزعجك، تعبانة ومتوترة. خير شوفي، شو اللي زعجها؟ هي مزعوجة من الحكي بحق زوجها فرحات باشا. قال كل شي عم ينحكى مو مزبوط. كل اللي عم ينحكى مزبوط. بحب خبرك انه صهرك غرقان بالوسخ وطالع ريحته. متأكد؟ وما عندي أي شكوك. بس ما تكون ناوي تقطع له راسه. لا، اوعى تساويها يا ابني. فكر بيان، هالشي ما بيصير. لا تكون قاسي على أخواتك. يعني هلأ شو المطلوب؟ إني ما عاقبه؟ وقت اللي زرت الشيخ علي وشفت الشكاوى أحمر وشي من الخجل، بدك يعني دافع عن الغلط؟ لا، بيضلوا جوز اختك. عاقبه بس لا تموته. وين بحط هدول؟ ما بعرف، حاجة تحكي. نورهان، تعي لجنبي. مو قصدي زعلك، بس والله مقهورة مشان هيك عم عصب. لا يكن لك فكر هيام، روقي. بس اوعك تيأسي، صدقيني بكرة حيكون أحلى. كل يلي بالقصر مبسوطين لأنه السلطان قلعني. بس أنتي وفية، أنتي ما تركتيني، شاركتيني عقوبتي. كنت حموتك وغفرتيلي هالشي. أنتي أحسن مني.
ولا يهمك، أنا نسيت. السلطان سليمان حتى ما ودعني، ما طلع بوشي، هرب، ما كان بده يشوفني. اكتبي له هيام، اكتبي له واحكي له عن مشاعرك، اسمعي مني. مولاي، خذ كتابك يا إبراهيم. طلعت من جهنم ودخلت على الجنة، ما عدت بالبرزخ. هذا الكمان جديد؟ هذا الكمان لأمي، هو ذكرى منها. بديت أتعلم العزف على هذا الكمان، أخي هداني إياه وقت رحت على برقة، خباه كل هالسنين وقال بركي برجع شي يوم. عزف لنا شوي، خلي روحنا ترتاح. بكرة رح يجتمع الديوان؟ نعم مولاي، بعد خبر لأعضاء الديوان. منيح. اليوم زارتني الست الوالدة، بيان حاكي مع أمي مشان جوزها. أكيد فرحات باشا بيكون خايف إنه أقطع له راسه. وجنابك شو قررت؟ القرار إلك يا إبراهيم، أنت اللي بتقرر. فهمت. شو صار بقصة عائشة؟ ساعتنا يا مولاي عم نحقق بالموضوع، بس ما في شي جديد. أنا محروم النوم من وقت الحادث، دور على المجرم. دقيقة. والله هالنورهان طلعت بنت وفية كتير، اختارت تروح مع صديقتها على المنفى. هتروح بس هترجع أكيد. يعني شو بدك إياها تساوي؟ هي مثل كل واحد فينا عم تحاول توقف على رجليها. والله الحرم لك بدونها ما له طعمة، تعودنا عليها كتير، قلبي عم يوجعني عليها المسكينة. خير؟ سنبل آغا. روزا؟ شو اللي جابك هلأ؟ بدي قلك، وقت عايشة خانه من قتلت. ايه؟ أنا شفتها. يا رب يجيب العواقب سليمة، ما عم صدق شو اللي عم تحكيه. أنت روحي يا سلطاني، قلبي وجسدي إليك مرهونين. أنت لم ترسلني إلى قصر، أنت أرسلتني إلى جهنم. ما الذي أريده بقصر أنت لست موجودا فيه؟ أنا هنا أكتوي بنار الفراق وأذوب، وأنت تمضي وقتك مع امرأة وضعت لك السم في طعامك. أقسم بالله يا سلطاني أنني بريئة ولم أرتكب أي خطيئة، إلا إذا كان عشقي لك هو الخطيئة. ادخل. إبراهيم باشا، إجت لعندي واحدة من الجواري قبل شوي وقالت لي شغلات بخصوص المرحومة عايشة الله يرحمها. شو عم تقول؟ الجارية موجودة برا، إذا بدك بناديلة مشان تحكي معها. ناديلة. يلا. شو اسمك؟ اسمي روزا. احكي شو بتعرفي يا روزا؟ يوما وجعني راسي فأطلع اطلع شم شوية هواء نظيف. روزا لو سمحت جيبي لي معك مي لما ترجعي. ماشي.
يعني ما قدرتي تشوفي وشها؟ كان عتم يا باشا، وكنت أنا وراها ما شفت وشها. وشو عرفك إنه هي مو هيام؟ لأنه هيام خانم أطول، وكمان شعرها لونه أشقر. متأكدة إنه مو هي، مو هيك؟ أكيد، لو كانت هي كنت عرفتها. كانت وحدة نحيفة كتير ولون شعرها غامق. تذكري منيح. وشك لفوق. في شي تاني ما قلتيه؟ والله قلت يلي شفته يا باشا. طب ليش انتي سكتتي طول هذا الوقت؟ ليش ما حكيتي؟ الخوف هو منعني احكي لكم. بس اليوم لما شفت وضع هيام خانم كتير زعلت عليها. حكيتي هالموضوع مع اي حدا؟ لا ابدا، ما حكيت لاي حدا. منيح. هالشي سر بيني وبينك، لو شو ما صار ما بتفتحي تمك ولا بتعرفي شو مصيرك، فهمتي؟ سنبول، فريال، انتو كمان لا تجيبوا سيرة، الموضوع كتير سري. لا ابدا، روسكم بقطع اذا بتحكوا لحدا. صرفوا. هذا أول اجتماع ديوان لإبراهيم باشا، لنشوف شو هي قراراته. ما كتير مستبعد إنه يقطع لك رأسك يا فرحات. مستحيل إبراهيم يساوي هيك. نسيت إني صهر السلطان؟ أنا واحد من العيلة. ما بتعرف، ممكن كمان هو يصير من العيلة. وهالشي كيف بده يصير؟ ما في غير السلطانة خديجة، وهي مخطوبة لابنه لبيري باشا. عم بيقولوا إنه نفكوا الخطبة يا فرحات باشا. شو أنت ما لك خبر؟ راح نبلش بالتجهيز مشان عرسك، بس ناطرين السلطان سليمان يخبرنا عن الموعد. بالأول خلينا نحدد وين بدك تعيشي. بالمكان اللي بتشوفيه مناسب يا سلطانة. إبراهيم باشا اليوم راح يدير أول اجتماع للديوان، ناخد رأيه بس يخلص. رأيه بالنسبة إلي مو كتير مهم. مولاي السلطان بده يساوي لنا عرس كبير، بس أنا وحياتك مو فارقة معي يا سلطانة، بكفي نساوي عرس متواضع. إذا الأمر بيرجع إلك أنت وياه، كنتوا رحتوا تجوزتوا دغري. استغفر الله، استغفر الله. بذكر الله نفتتح جلسة الديوان لهذا اليوم.
قبل ما بلش، أول شي بريد وضح شغلة مهمة. من اليوم مولانا السلطان سليمان الموقر قرر إنه ما راح يكون مشارك بالاجتماعات إلا ببعض الحالات اللي هو بيشوفها كتير ضرورية. أنا اخترت الوزراء يلي بدي اشتغل أنا وياهن وقت اللي بستلم منصبي كوزير أول، وبصير بخدمة الدولة العثمانية العلية. بس بالأول في تعيينات لازم تعرفوها، وهالتعيينات أولهن فرحات باشا تم تعيينه والي لولاية كتير مهمة اللي هي ساماندرا. من بكرة فيك تبلش. بيشرفني هالشي، مستعد أخدم الدولة العلية بأي مهمة بتحددوا لي إياها. تنزيل رتبة؟ هذا كل شي رح تساووه بخصوص فرحات باشا؟ سكوت، يا أحمد باشا، أنت قدمت خدمات كبيرة للدولة العثمانية العلية. أحمد باشا يا سادة من اليوم راح يصير والي لولاية مصر. مولاي السلطان إلو خبر بقرارك هادي يا باشا؟ اطمن وريح بالك يا باشا، مولاي السلطان عنده خبر بكل القرارات. كمان عينت إياس باشا ومصطفى باشا وزراء جدد بديواننا. أنا ومولاي نتمنى لكم التوفيق. المكتوب انبعت صبح، عطيت المكتوب لأغوات الحرملة رح يبعتوه على القصر. هي أول مرة من سنين طويلة بشبع نوم، طول الليل عم شوفها وهي عم تطلع من القصر. الحية اللي اسمها هيام انقلعت وارتحنا منها، صدقيني رح ترجع السعادة للحرملة من جديد. إن شاء الله يا كوثر. أنا شفت إبراهيم اليوم عم بيقول خلص بحياتنا ما عاد نشوفها ورح نرجع مبسوطين بالأثر. سنبول آغا. شو في خير؟ بعتين مكتوب من القصر القديم. ايه؟ وقالوا لي أعطيك يا هيام خانهم بعته لمولاي السلطان. ماشي أعطيني إياه. تيسر. وقلولون يفصلوا قماش جديد مشان حفلة العرس، وكمان رح نضوي الشوارع بالشمع وبالمشاعل، ورح يكون في ألعاب جمباز، خلي الشعب يحتفل وينبسط. انتهى اجتماع الديوان يا سلطانة. درة يلا قليلي بسرعة شو قرروا. فرحات باشا وأحمد باشا طالع قرار تنزيل رتبهن، عينوا لصاركم فرحات باشا والي لسمندرة، وأحمد باشا خلوه بمصر مثل ما كان يا مولاتي. منيح منيح، نشكر الله.
أحسن ما يقطعوا له راسه. ما توقعت أن يتعاملوا معي بهالطريقة. أنا عم أشكر ربي أنه نفدت منك. يا ريت لو أخذوا روحي مني. أنا استلمت المنصب بعرق جبيني وتعبي يا باشا. عم يبعتوني على مصر وأنا بستحق أكون الوزير الأول بالدولة؟ أنا ما راح حاسب إبراهيم البرغلي على هالعقوبة هي أبداً. والله راح خليه يندم للسلطان سليمان اللي غض النظر عن هيك قرار. ما عندي اعتراض على قراراتك يا إبراهيم، بالعكس مبسوط. كان لازم نقطع له راسه لفرحات باشا، بس خوفي على أختي بيان ولادها خلاني أسكت. مولاي السلطان أنا مقدر وضعكم منيح، بس بعرف يا إبراهيم، بعرف شو رح تقول. مولاي السلطان سمبول، لا تزعجنا هلأ باشا، بس في مكتوب لمولاي السلطان. آسف. تفضل. أنت روحي يا سلطان، قلبي وجسدي إليك مرهونين. أنت لم ترسلني إلى قصر، أنت أرسلتني إلى جهنم. ما الذي أريده بقصر أنت لست موجودا فيه؟ أنا هنا أكتوي بنار الفراق وأذوب، وأنت تمضي وقتك مع امرأة وضعت لك السم في طعامك. أقسم بالله يا سلطان أنني بريئة ولم أرتكب أي خطيئة، إلا إذا كان عشقي لك هو الخطيئة. أنا وحيدة يا مولاي، لا أم لي ولا أب ولا أحد لي غيرك. أنت حبي وكل عائلتي. ربما الذنب الوحيد الذي ارتكبته هو أنني عشقتك يا مولاي، وبسبب حبي لك اتهموني بالقتل، حرموني من ابني وحرموني منك. أنت سلطان الحق والعدل، أنا الآن أناجي ضميرك الحي لأنك ظلمتني بقرارك هذا، فأنا أحلف لك بأني بريئة يا مولاي. في شيء أخبار سيئة مولاي السلطان؟ هيام خانم عم تقول إن مظلومة، عم تحلف إن بريئة، عم تناجي ضميري مشان سامحها. شوفي، اجى الجواب. جواب شو يا هيام؟ طولي بالك. ليكون المكتوب زعجه للسلطان. يا ريتنا ما كتبنا. اكيد لا ارى ولا حتى كتب لي. مجنون على طول هو هيك بيبيع بالرول. يلا بشوفك. يلا بالسلامة. الله وكيلك، ما بتلاقي منا بكل السوق. تفضل عنا كل الألوان. بتجنن. قصدي رسمتك حلوة. مين بتكون؟ ولا حدا، وحدة حلوة شفتها بزمان. ما شاء الله، موهوب كتير. طيب اعطيني، بيطلع منك شيء. في عندك كمان موديلات؟ بيطلع منك شيء.
هيام خانم؟ شو في اسمه؟ إبراهيم باشا وصل على القصر من شوي، طلب مني أعطيكي خبر. إبراهيم؟ تركونا لحالنا. إبراهيم باشا، شو اللي صار؟ عرفتوا إنه هيام بريئة وما لها ذنب، وأكيد جاي ترجعني. إيه، وكمان رح أوعدك إني خلصك من هالتهمة يا هيام خانم. عن جد؟ ولا عم تمزح؟ طبعاً عن جد. وإذا بدك هلأ باخدك على القصر وفوراً. بس خمس دقايق وبجهز. لكن في طلب بدي أطلبه منك يا هيام خانم. بدك تعملي اللي بقلك عليه، وإلا بحياتك ما رح تشوفي مولاي السلطان.